الإمام الدشتي الحنبلي الفاضل صاحب كتاب إثبات الحد لله سبحانه وتعالى، أترون شخصا يختم كتابه بتكفير الأشعرية سيسلم من طعونات المدجنة؟ طبعا لا. والعجيب أنهم يطعنون به قبل قراءة كتابه، فقد نقله عن السلف في كتابه إثبات الحد ونقل بأسانيد، ثم يقول الطاعن فيه: قولك في كتاب إثبات الحد لله الدشتي هذا كتاب فيه لطيف، فمسألة الحد لا يعني السلف لم يتكلموا في هذه المسألة. الله عز وجل ليس الواحد، هم يقولون هو يقول في الكتاب انه يثبت ان لله عز وجل حدا، وهذا يعني لم يأتي به دليل. ليس فقط فيه باطل كما ذكر الأخ الذي لم يقرأه، بل هو مضحك إلى هذه الدرجة التي سترونها. يعلمهم كتاب إثبات الحد لله وأنه جالس قاعد. الله أكبر، تركت جميع كتب توحيد التي يستفيد منها الناس وكتب العقيدة، لم تجد إلا هذا الكتاب. يعني سبحان الله، يعني الإنسان إذا ابتلي بعقل صغير فإنه يعني طيب، الحنابلة عموما كونهم أشداء على الأشعرية، وكما ينقل الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يقول: والحنبلي يكفر الأشعري والأشعري يكفر الحنبلي، فلا تستغرب إن نال الحنابلة بالعموم نصيبا وافرا من ذم المدجن.